طيب الخبر اللي جاي واللي كان حديث القاهرة هو حوالين الحكم اللي صدر من محكمة مستأنف الاقتصادية بوقف تنفيذ عقوبة الحبس سنة لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وده في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. المحكمة أمرت، محكمة الاستئناف أمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة حبس مرتضى منصور لمدة 3 سنوات تبدأ من الغد، إلا أنها أيدت تغريم مرتضى منصور 10,000 جنيه وألزمته بدفع تعويض مدني مؤقت 10,000 جنيه أخرى. طبعا يعني ده كان الخبر اللي نشر ومحتاج تفسير. في ناس كتير جدا اتكلمت على الخبر وقالت مش فاهمينه قوي، طب ايه معنى منطوق الحكم ده؟ معنى القانوني ليه؟ يعني ايه ده؟ هل يا ترى ده معناه ايقاف تنفيذ الحكم يعني معناه انه خلاص كده يعني خرج الموضوع واتقفل، ولا يعني في براءة أخرى ولا إدانة ولا ايه؟ طيب خلينا ناخد تفسير قانوني من يعني اهل العلم. معانا المستشار احمد عبد الرحمن الصادق رئيس محكمة القاهرة الجديدة السابق والمحامي بالنقد حاليا، علشان نفهم منه اكتر واكتر في الموضوع ده. اهلا بحضرتك معانا سيادة المستشار. اهلا بيك يا مدام كريمة واهلا بحضرتك يا استاذ خيري. اهلا وسهلا سيادة المستشار. سيادة المستشار، الحكم الذي صدر اليوم البعض اختلط عليه الامر وقال ده براءة والبعض قال ده إدانة، فهل يمكن ان نعرف التفسير القانوني لهذا الحكم دون تعليق عليه؟ تمام يا فندم. وبالنسبة للحكم اللي صادر النهاردة، هو حكم صادر من محكمة الجنح الاقتصادية في الاستئناف الصادر عن الحكم المقضي فيه بسنة حبس وتعويض مدني، سنة حبس وغرامة وتعويض مدني قبل أحد الأشخاص لقيامه بالسب والشتم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك يعني. أيوه. فالحكم ده النهارده كانت القضيه محجوزه للحكم، صدر الحكم وكان منطوقه هو ايقاف تنفيذ العقوبه، وهو مضمونا كالاتي: ان القانون اجاز او قانون العقوبات اجاز لهيئه المحكمه في حاله الحكم ان تامر بوقف تنفيذ العقوبه في جنحه او جنايه او في غرامه لاي متهم، بشرط ان تكون عقوبة الحبس لا تزيد عن سنة. المادة 55 من قانون العقوبات هي اللي نظمت الأمر ده، اللي هي بتقول إن المحكمة في جناية أو جنحة بغرامة أو حبس لها أن تأمر بوقف التنفيذ إذا رأت إن أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث في الاعتقاد أنه لن يعود إلى مخالفة القانون مجددا، ويجب أن يكون هذا التسبيب وارد في أسباب ومدونات الحكم. يعني لا يجوز إن الحكم يصدر إلا إذا كان مسببا والمحكمة تقول هي ارتأت لي وقف هذا التنفيذ. بس بالنسبة للدعوة المدنية اللي صدر في تلك القضية، لا يوقف الحكم بإيقافها إلى إيقاف تنفيذ الدعوى المدنية اللي هي صدرت ب10,000 جنيه أمام محكمة أول درجة. يعني الغرامة والتعويض مستمرين. تمام. والتعويض ده يعطي الحق للطرف الآخر أنه يقيم دعوة بطلب تعويض زي ما هو شايف. تمام. بس إحنا طبعا عارفين مين الخصم أو مين المحكوم عليه، فأكيد هيطعن أمام المحكمة. طبعا طبعا دي إجراءات قانونية بقى، إحنا بنحاول بس نفهم الحكم. يعني إيه؟ متى إذا كان عندنا إيقاف تنفيذ، متى يتم التنفيذ على الطرف المحكوم عليه في مثل هذه الحالة؟ احنا عندنا ايقاف لمدة 3 سنوات، فما معنى الثلاث سنوات وامتى يتلغي الايقاف؟ اقول لك حكم ايقاف التنفيذ الصادر في الدعوة دي نظمته المادة 56 عقوبات، قالت فيها ايه؟ قالت اذا صدر حكما بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات من تاريخ سيرورة الحكم نهائيا، يعني الحكم يبدأ من النهاردة الحد. أيوه. تعد 3 سنين يا أستاذ خير. أيوه. 3 سنين وقف تنفيذ عقوبة الحبس. متى أستطيع أن أطبق عقوبة الحبس على المحكوم عليه؟ في حالتين: إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة مماثلة أو جريمة أخرى عقوبتها الحبس، يعني الحالة الأولانية إذا صدر حكم خلال المدة الثلاث سنين
التنين دي ايوه على المتهم بالحبس بمده اكتر من شهر، الا اذا مثلا لو حكم اسبوع لا ما يتنفذ، الحكم يصبح واجب التنفيذ اذا صدر ضده حكم لمده شهر عن فعل ارتكبه. اوكي بس ده القانون هنا جميل، قال ايه؟ قال عن فعل ارتكبه قبل الامر بالايقاف او بعد. يعني القانون هنا وسع شويه في ان من الممكن ان تكون محكمه الموضوع التي قضت النهارده بالايقاف لم تكن تعلم بصدور حكم اخر بالحبس ضد المحكوم عليه، فمن الممكن ان يصبح ذلك الحكم مسار تنفيذ ثوري. ده لازم يكون نهائي. ما هو الحكم النهارده نهائي. ايوه انا فاهم، لا انا بتكلم على لو في حكم آخر نهائي. تمام سيادتك، حكم نهائي. طب الحاله الثانيه، ايوه الحاله الثانيه اذا ظهر ان خلال المده اللي هي من الثلاث سنين اللي انا قلت لحضرتك تبدا من النهارده لحد لمده ثلاث سنين، المده دي صدر ضده حكم اخر لم تكن المحكمه اتصل علمها بيه، يعني ارتكب فعل اخر يوجب في هذه الحاله ان يتم التنفيذ عليه. يعني ال في برضه يعني حاجه غريبه شويه. الدعوه اللي مصاره النهارده اللي احنا سمعنا حكمها كله، في قضية تانية محجوزة للحكم يوم 10 أغسطس. أيوه. من ذات الخصوم، الخصمين اللي هو فيها سنة برضو فيها سنة و10,000 وبرضو تعويض مدى. أيوه. القضية دي محجوزة للحكم يا أستاذ خيري، يعني إذا صدر حكمًا يوم 10 أغسطس لم يكن إيقافًا. سوف تصبح الحكم اللي صدر النهاردة حكم واجب التنفيذ فوراً. إذن سينفذ الحكم الاثنين مع بعض، يعني الحكم اللي تم إيقافه النهاردة مع الحكم الجديد اللي حيتم في شهر أغسطس إذا تم الحكم عليه وليس إيقاف التنفيذ. تمام يا فندم. عظيم. طيب هو سؤال بقى، إذا تم ده هل بيتحول الأمر إلى التطبيق بشكل تلقائي، معلش الناس تبقى فاهمة معانا، يعني أوتوماتيكي روتيني ولا على الجهة الأخرى؟ اتفضل. لا، الجهة الوحيدة اللي هي لها لها الحق في أن تجعل الإيقاف هو تنفيذ فعلي هي النيابة العامة، سلطة الإلغاء للإيقاف هي المحكمة اللي أصدرته عقب عرض الأمر من قبل المحكمة التي عقب عرض الأمر من معرفة النيابة العامة. يعني النيابة العامة طبقا للمادة 57 عقوبات، هي المواد على فكرة كلها ورا بعض 55 و56 و57 هي التي نظمت الإيقاف وسريانه ومدته وطريقة إلغاء، هم ثلاث مواد ورا بعض. المادة 57 سيادتك بتقول إن إذا رأت النيابة العامة أن المحكوم عليه ارتكب جريمة مماثلة أو جريمة أخرى، إذا يصبح تنفيذ العقوبة فوري بعد عرض الأمر على المحكمة التي أصدرت الأمر بالإيقاف بعد إعلان المحكوم عليه. نعم. في مدة أقصاها ولا ده بدون توقيتات؟ ما هو حضرتك لازم يكون صدر حكم. أقول لحضرتك حاجة، إحنا لما بيصدر حكم ضد أي شخص مين المنوط به التنفيذ؟ أولاً إدارة تنفيذ الأحكام الجنائية في النيابة العامة هي التي تخطر إدارة تنفيذ الأحكام لوزارة الداخلية. إذاً إدارة تنفيذ الأحكام في النيابة العامة لما بتيجي تخاطب وزارة الداخلية بتبقى تقول إن عندي حكم صدر ضد فلان. تمام سيادة المستشار، إذاً المسألة مرتبطة بحكم آخر. سؤالي الأخير، حضرتك قلت إن عندنا دعوة تانية يوم 10. طيب هي مش في مثل هذه الحالات لو الطرف الآخر المحكوم عليه خد نص الحكم الذي صدر من دائرة وتقدم به إلى الدائرة لا تنظر قضية مشابهة تماما، مش في الحالات دي بيستفيد من الحكم الأول؟ قصد حضرتك إنه يأخذ عدم قبول لسبق الفصل في الدعوة؟ لا، هي الدعوة التانية مختلفة وفيها أسماء مختلفة. أنا كنت لسه هقول لك لا أنا عارف إن فيها أسماء مختلفة، لا أنا بسأل على حاجة تانية، ما هي القضية متشابهة وهو نفس الشخص. هل ده يلزم المحكمة الأخرى أو يكون داعماً لهذا الطرف في مواجهة خصمه؟ لا يا فندم، هو من باب الصلة خالص، المحكمة الأخرى تمام تنظر أوراق معروضة عليها، والمحكمة اللي أصدرت حكمها النهاردة تنظر أوراق معروضة عليها، ولا علاقة بين تلك الأوراق وذاك. يعني الأوراق اللي موجودة قدام القاضي ده غير الأوراق دي، وبرضه القاضي اللي سوف يصدر هذا الحكم يوم 10 أغسطس ملوش دعوة بالحكم اللي صدر النهاردة، يعني هو مش لن يكون في اعتباره ان حكمه لابد ان يكون بالايقافا او بالتنفيذ، لان من الممكن ان تنتهي تلك الدعوه الى ان يجعل العقوبه غرامه ودعوه مدنيه، لان هنا العقوبه في تلك الجريمه قد تكون حبس او غرامه. القانون خير القاضي
في ان يقضي بايهما، او حبس وغرامه، او يجمع ما بينه. يجمع ما بينه. بشكرك جدا سياده المستشار احمد عبد الرحمن الصادق رئيس محكمه القاهره الجديده السابق.